اي واتس جود مال ريبلز، مرحبا شباب الريبلز، معكم هيمن كاك. اليوم عندنا فيديو جديد من كلاش رويال مال ريبلز، ان شاء الله طولنا عنكم. اليوم عندنا فيديو مختلف صراحه، انا كثير متحمس له. بلشت تصفيات السي ار ال 2021 زي ما شايفين هنا. من وينتر فاز على ريتشارد، ولاين فاز على روبن. صراحه انت كثير تفاجئت من روبن، ولكن بيننا يويا ومحمد لايت، الشاب المصري المذهل اللي كيكس اسمه او كيك لايت. محمد لايت زي ما شايفين اخوان طلع مسكاي سدينو وضد يويا. انا حضرت اول مباراتين ولكن ما حبيت احرق الثالثه علي، بالتالي حابب انه اشارك المباراتين مع بعضينا. اول مباراه في عندنا هنا يويا ضد محمد لايت. طبعا اخوان بفرجيك الوين بيرسنتج تبع محمد 76%، 31 فوز 10 خسارات، ولكن في عندنا يويا 67% اخوان كثير نوب. محمد لايت من اللي فهمته انا من الكاستنج اللي هو اخوان بقول لك هو ملك السايكل ديكس. صراحه كثير كنت حابب انه اجيب عنده القناه، صراحه ما صار في تواصل يعني، والشاب كثير بيحكوا انه كثير محترم وكثير عسول. سو اول مباراه بينه وبين يويا، محمد لايت عم بيلعب هوج اتوقع تريبل سبيل، ويويا عم بيلعب بالجولم. اوكي راح نشوف اخوان المباراه الاسطوريه. يويا عم بستنى لدبل اكسير افضلية له، ولكن محمد لايت ما بيقدر، فلذلك قرر انه يلعب بالارث كويك نايت من ورا ردا على الايس ويزارد. مبدئيا هاي المباراة اللي انا راح اصير اعلق عليها لبعدين، بصير في تصفيات عالمية، فانتظرونا وتابعونا مال ريبلز. ارشرز ولا ورا النايت عشان يقتلوا الايس ويزارد، فانا هون اخوان الباس من النايت ويتش راح تبوت النايت ويتش. جاينت سنوبول تشيب دامج على البرج مع البيبي دراجون، وهوج الرايدر قدام الارشرز. حلو، سو في عندنا جوبلين كيج من جهه يويا، اخذ ضربتين الهوج رايدر ما راح يوصل على البرج. في عندنا كمان هنا بربيريان بارل قدامه، اتوقع في ذا لوج سكلتونز او ممكن نايت يلعب. حلو اخوان سكلتونز جدا اسطوريات لحد الان، الافضليه ليويا انا بحكي، لانه محمد لايت لازم يكون يعني عامل دمج على برج يويا. اوكي لا لانه هو سايكل، فالافضليه كل ما تصير للدبل او التريبل اكسير بتصير لجهه يويا. سو فين اخوان هنا ايرث كويك على النايت ويتش، نايت قدام الارشز ذا لوج، وفين اخوان جولم على البريدج. سو محمد حط البوم تاور مع الجاينت سنوبول، ارشز من ورا، يويا في مع اخوان اللايتنينج، وكمان في مع الاعصار. كومبو كثير قوي ضد محمد. لحد الان ما استخدم يويا اي من هاي السبلات، راح يستنى لاخر اشي. عم بسيكل ولعب نايت ويتش من الجهه الثانيه، ما بعرف اذا انه غلط فيها ولا لا. سو في عندنا هوج اخوان على البريدج، في عندنا جوبلين كيج بمضاد له، في عندنا جات سنوبول تزيح من قدام الهوج ولكن ما قدر ياخذ ولا اي ضربه. لحد الان محمد كل الدمج اللي عامله على برج يويا اللي هي سبل سايكل، ارشرز من ورا، سكريبتونز ضد النايت ويتش جدا اخوان دفاع خرافي. هل انه راح يدافع عن الباتس؟ اوكي ما دافع عن الباتس، انه مركز بس على الجهه هذيك. بوم تاور قدام الايس ويزارد، لايتنينج جدا اسطوري من جهه يويا. في عندنا اخوان هوج رايدر بالهجوم، انا هذا اللعب اخوان جدا بحبه، اللي هو انت بتهاجم بهوج عشان ما تخليه يكمل هجمته براحته. سو في عندنا اخوان هون اعصار بحد البوم تاور، قرب الارشرز على الجولم، وبس انفجر الجولم مات الارشرز. نايت بالدفاع ضد الجولم، كتل الجولمايتس الصغار والبيبي دراجون. ايس ويزر من جهه يويا افضليه بالكسير ليويا. هسا محمد لايت راح يبلش يعمل سبيل سايكل، دقيقه و30 ثانيه مش عم بخلي. اوه حلو اخذ ضرب محمد يويا بالهوج رايدر الاسطوري، كانت ضربه كثير تفرق. بوش من جهه يويا، جولم من قدام، نايت ويتش من جهه اليسار، بوم تاور اند بيبي دراجون. في عندنا هنا لايتنينج كثير قويه، اللايتنينج ماتوا كل الارشرز، ذا لوج ارشرز كمان من ورا اخوان، سايكل جدا سريع لمحمد، ولكن اخوان البوش اللي عم بيعمل يويا كثير عم يضغط فيه. سو في عندنا هنا البوم تاعت البوم تاور تضرب، في عندنا هنا جان سنوبل لازم يا جان سنوبل في اسطوريه، جولا مايتو من ورا، في عندنا هوج ما في عندنا. اوكي افضلية الاكسير ليويا، ولحد الان ضيل 45 ثانية تريبل الاكسير تايم. سو طلعوا طش سكل على النايت ويتش، ثلاث سبلات سكل على النايت ويتش وظلت عايشة، فصراحة خبر كثير سيء. نايت ويتش ثانية ورا الجولم، كمان ذا لوكشن خلص من النايت ويتش الأولى، ما جانت سنوبول خلص كل الدفاع، نايت ويتش الثانية ماتت، كمان نايت اعصار جدا اسطوري، ولكن محمد طلع لكم كمان كمان ارشرز.
سكر عليه اللايتنينج هوك يا اخوان، جدا مفاجئ من جهه محمد صراحه، ما لاحظ انه هذا كان قوي هذا الهوك رايدر، ولكن اتوقع انه عمل هيك بالعمدة عشان يخليه يكمل الهجمه بالراحه. 6 7 ثواني، ما اتوقع ممكن ياخذ ضربه، 3 ثواني، ثانيتين، هولي اخذ ضربه، دي جي اند بالبليد. سو هاي كانت اول مباراه، يسعد الدين الضحكه، هاي اول مباراه كانت لمحمد يا اخوان. يا مان ليتس كيل هيم، ها ليتس كيل هيم. المباراه الثانيه محمد اند يويا، طبعا يا اخوان بس انانسمنت سريع، اذا انكم ما بتعرفوا انا ببث على الفيسبوك، الرابط تحت بالوصف. المباراه الثانيه محمد عم بيلعب سيتشان، بيلعب بس ما راح احكي لكم النتيجه اوكي الا اللي حضرها. عم بلعب، اتوقع عم بلعب موتا صح على الاغلب، ويويا عم بلعب جريف يارد، عم بلعب جريف يارد، وهذا عم بلعب مورتر بويزن، ويويا عم بلعب جريف يارد مع الكانون كارد. سو في عنا هون اخوان فالكري، في عنا ميجا نايت، ميجا مينيون قصد على الفالكري، وهنتر فاير. طبعا يا نسيت احكي لكم شغله كثير مهمه كثير مهمه بالسي ار ال الحاليه، طلعوا علي بطلعوا انتم من قبل كانوا دائما السي ار ال عم بيلعبوا بنفس ام هالاستراتيجيات، قرفوا خواتم الاستراتيجيات، ولكن بالسي ار ال الحاليه اي بطاقه بتلعبها بالمباراه الاولى، هاي اسمها دول، اتوقع اسمها دولز نمط اللعب، اي بطاقه تلعبها بالمباراه الاولى محرمه عليك تلعبها بالمباراه الثانيه او الثالثه، اذا انه يعني صار في تعادل ورحت للمباراه الثالثه. فبالتالي عشان هيك اضطروا انهم يغيروا التشكيلات. فهذا صراحه شيء انا كثير بحب، كثير حبيته يا اخوان، كان كثير حبيته لانه زي ما كنتوا تلاحظوا دائما نفس الاستراتيجيات عم تلعب مرارا وتكرارا، فكان صراحه نوعا ما ملل. والشغله الثانيه اللي هو التوب لادر بتلاحظوهم يا اخوان دائما بيلعب نفس التشكيله، هن يعني هن التشكيله هي كثير برو فيها، والتشكيلات الباقيه مش بزياده. فهذا الشيء بيسمح صراحه أن أطلع اللاعبين اللي محترفين أكثر من تشكيلة. كثير حبيت الإشي ويا. سو فأنا هون إخوان بيور ديفنس من محمد. محمد عم بيلعب نعم مورتر، عم بيلعب مورتر مع ماينر سايكل، ويويا عم بيلعب جريف يارد برضه مع بويزون. دفاع محمد إخوان جدا أسطوري، ما راح أحرق عليك شو بصير بالأخير، أنا صراحة كثير تضايقت. أوكي أنا هسه حرقت. راح بجيكو خلي كمل إخوان اللعب. فالكري من ورا، صار اصير اعلق عليك مباريات بس هيك قاعد بمر انا تعليقي اوكي باخر الهي، احكوا لي شو بالتعليق تبعي، ما حداش يداوم علي ماشي، نص تجينا على البثوث وتخوت علي بالكومنتات اقسم بالله بفضحكم. تمام سو لحد الان ما افضليه ليويا انا ملاحظ بالدمج، حتى كمان اخوان باللعب، لانه زي ما بتعرف اخوان الجريف يارد مع الوقت بتصير اقوى واقوى لانه بصير الاكسير يضخ اكثر. بويزن جدا اكثر من رائع صراحه من جهه محمد. ماينر على كانون كارت عشان يقتلها، ما يعمل كروس للبريدج، هو ما في الا معاه سبل الا الكانون كارت، والسبل الثاني اللي هو الرويال ديليفري مش كثير قوي على الكانون كارت اللي كان على البريدج اوكي. سو صراحه فالكري دفاع جدا اسطوري، اللي عم بشوف انا يويا شو بيعمل. بس يلعب محمد السبير جوبلينز عم يرمي عليهم جاينت سنوبول، محمد عم بيعمل تشيب دامج على البرج بس من خلال الماينر. صراحه الفالكري اللي لعبها محمد مش عارف ليش لعبها. ميجا مينيون ضدها رويال ريكروت جدا اسطوري، في عندنا هنا جاينت سنوبول على السبير جوبلينز، ولكن طلعوا في هنا تو سكيلتونز من الجريف يارد عاملين لوك على البرج، والبرج عامل لوك على النايت، فاخذ اخوان كثير دمج صراحه جدا سيء. هذا ما حبيت الشيء اللي صار فيه محمد. ماينر برضه كمان اخوان على البرج، على البرج على البرج، ولكن يويا صدوا بالارشرز. موتر قبال بوم تاور، اتوقع في هنا رويال ديليفري، حلو دفاع جميل. افضلية قلبت ليويا بس من خلال تو سكيلتونز فالكري قدام الرويال ريكروت، وفي عنا ماينر مع البويزن. اوكي محمد عم يعمل شيب دامج، لما لعب البويزن محمد اسرع يويا رد عليه بالجريفيارد مع الفاير بول
رويال ريكروت على البريدج جدا اسطوري مع السبير جوبلينز، دفاع نوعا ما جميل، ولكن افضليه زي ما حكيت لكم يا اخوان من تول سكليتونز اللي كانوا شابكين على البرج كثير ضايقوا محمد. بويزون نيكد بويزون طلعوا لعبه الماينر ما احلاها، اتوقع يويا انه راح يلعب هو الماينر جوا البويزون، ففي حابب يدافع عنه راح يكون جوا السايكل، ولكن لعبه من ورا طلعوا هون اخوان شيء كثير سيء اللي انا شفته، اللي هو طلعوا يا الله يا الله يا الله ترى شف ضربه ضربتين هاي الضربتين شنص عيد اللقطة. مباراة ثالثة بين محمد ويويا، ونعيد ونزيد زي ما حكينا ممنوع تلعب ببطاقات انت لاعب فيها من قبل. محمد بليز مان كم اون مان، انت مش بتمثل بس مصر، انت بتمثل كل الدول العربية يسعد دينك، مش زي عبد الله عماد وهذا احمد اسمه احمد سعادة مناوب. او الاثنين عم بيستنوا بالدبل الكسر تايم ولافا هاوند هولي اوكي حلو اوكي عم بلعب صاجيتي مان. محمد ليتس جو مان العب صاجيتي مان، اتوقع عم بلعب رويال جاينت، بلعب جان سكريتون رويال جاينت على الاغلب. سو لافا هاوند اوف اوكي حبيت فان تسلا صراحه كثير خرافيه، تسلا اول مره شفت تسلا هون موجوده، ان ايس ويزرد مع بيبي دراجون اتوقع رويال جاينت صح؟ والله ما بعرف صراحه، انا مستغرب تسلا انه موجوده هنا، بس زي ما حكينا انه حلو معي اعصار كمان جميل، ولكن اللي حطه زي ما بتعرف انه في اشياء يعني تقدرش تلعبها بس المباراه سبلات، وبالتالي تضطر تلعب سبلات ثانيه، فراح نشوف كيف راح يتفاعل محمد ضد يويا. صراحه يويا البوش تبعه كثير قوي، فيشر مان كثير عم يساعده، الارز كثير ساعده، فاير بول يا اخوان ماينر من جهه يويا، فاير بول يا اخوان جدا جميله. دفاع اسطوري تمام. شو اخر بطاقه لمحمد؟ صراحه مش عارف رويال والله مش عارف طيب بس المشكله انه يويا بالون اوكي انا اسف بالون ولكن انا ملاحظ انه يويا اقوى تمام حلو. ايش يسعد دينك، خذ ضربه كمان ضربه كمان ضربه، ليتس جو يسعد دينك اوكي، ولكن اسف عندنا بوش من جهه يويا. محمد معاه فاير بول للفلاج ماشين، ولكن اتوقع يلعب عليها تسلا صح؟ تسلا اوكي بيبي دراجون حلو يسعد دينك محمد حلو. هاي ماتت فاير بولك، ليتس جو مان ليتس جو اوكي حلو ليتس جو شو على الدافع مان، بس المشكلة انه محمد ما معه الا البالون يوصل، ايس ويزارد اتوقع نظري ليويا معلم، اعصار جميل وريتارجت للايس ويزارد اسهم سيء، بيبي دراجون الفلاج ماشين عامل لوك صح؟ الفلاج ماشين عامل لوك كم اون مان طيب انفيرنو على البريدج، حاول على الجهة الثانية بالون حلو ايس ويزارد ما مسكه اسهم اعصار حلو. محمد يلا يا محمد، محمد يسد دينك ليتس جو مان، لا ولا حظك اوكي بويز. التصفية الثانية محمد ضد هاجيمي، المباراة الأولى فاز فيها محمد ما راح أفرجكم إياها لأنكم حرمات، لا بمزح لأنه وقت الفيديو قصدي. المباراة الثانية لمحمد ضد هاجيمي طبعا محمد كان يلعب رويال جاينت سايكل وفاز على هاجيمي بالمباراة الأولى. المباراة الثانية ليلو عم بيلعب أتوقع بالون سايكل ميبي سوري وول بريكرز، أنا آسف بالون سايكل وول بريكرز مين وول بريكرز وهاجيمي أتوقع رويال جاينت سايكل نعم يا سو ايرثكويك جدا اسطوري وخلى هاجيمي يلعب عليه بالبيرن بارل. محمد دفاعه راح يكون مع اعصار اتوقع محمد صح او فاير بول لا مع اعصار سو فاير بول البريدج اوكي مش فاير بول اوكي محمد لما تلعب مره ثانيه بتشكيله ما تغير هالاشياء لان عشان قاعد بتطلعني عبيط بالبريدكشنات تبعوني سو المباراه الاولى صراحه لاني ما حضرتها فما عرفت شو البطاقات اللي استخدمها ولانه ممنوع يستخدم البطاقات مره ثانيه فبالتالي اتوقع بيعمل تغييرات بسيطه سو فينا هون باتس على البريدج مع الماينر صراحه هاي الصجيره اللي بلعب فيها محمد من صراحه اقرف التشكيلات اللي ممكن تواجهك باللعبه
خصوصا انه شكلها كثير سريع وعم بدافع بطاقه جدا سهله ورخيصه قصدي. سو هاجيمي قرر باني انه يعطي ضربتين للوول بريكرز وطن وبنى هجمه بالرويال جاينت من ورا. سو محمد لسه عم بيضغط، مش عم بيخلي هاجيمي يبني هجمته، خلى يلعب سكريتونز مع باتس دفاع جدا اسطوري. فانه هنا سبير جوبلينز من ورا، فانه هنا بر اوه دبل رويال جاينت. هذا السايكل، هذا السايكل انا بحكي عنه، دبل رويال جاينت. فانه هنا اوه الباتس كلياتهم راحوا من ورا السبيريت الكترو سبيريت. ممكن يلعب هون محمد النايت، اتوقع الطاقة الوحيدة اللي ضلت معه، ولا ممكن ما يلعب شيء ثاني. حلو، ما لعب النايت، لعب الوول بريكرز ودفاع جن اسطوري اثنين اكسير. خلى هجيمي يلعب كمان اكسير. افضلية لمحمد 1122 البرج تبعه. هاجيمي عم بيهجم من نفس الجهة الثانية اللي عم بيهجم فيها محمد. باتس مع ماينر، فينا هنا هنتر، وفي عنا الكترو سبيريت راح اوه حلو يسعد دين الكترو سبيريت، ما عملت ولا اي شيء، وعمل شوية شيب دامج على الرويال جاينت. دبل رويال جاينت اخوان، هذا هو سايكل الرويال جاينت المقرف المؤذي صراحة. صافي عنا اول رويال جاينت مات، ولكن اخوان الرويال جاينت كثير شغال بعده. بعده عامل لوك على البورج، اخذ 3 ضربات على البورج. محمد صراحة مبين من وجهه انه كثير متضايق شوية، ولكن انه ان شاء الله انك تفوز. مان كم اون مان ليتس جو. حلو، فعنا هنا يلا اعطيني الاثكويك، اعطيني اوكي ما في اثكويك. حلو واو سدينك على الكونكشن هذا. حلو هذا كنت اخوان طارق، هو استغرب، هو هيك عمل انه قال كيف هذا وصل. بغيرو حلو. سو سايكل اثكويك، مع الاثكويك بطل زي اول قوي على ال ال الابراج. اوكي فينا رويال ديليفري، ما راح ياخذ ولا اي ضربه رويال جاينت. فينا بربريان برل، فيشر ما عم بيشتغل شغله كثير صراحه كثير منيح. عم بيهجم و يلا كمان يلا يا سيدي محمد كمان مان ليتس جو ليتس جو. اول يوم بالسي ار ال محمد خسر قدام يويا 2-1، فاز قدام هاجيمي 2-0. اتطلع ان شاء الله يوصل لمراحل اعلى مار ريبلز. هذا هو محمد كيكس لايت، ان شاء الله لبعدين بالقناه بس خلص راح نستضيفه عندنا. لايكوا الفيديو واستنوا اللايك، واذا خلنا نتمنى سبسكرايب، اند استنونا بالفيديو الجاي. Peace out.